طيب أخيرا لابد من أنه ما حكينا شيء بعد شو أخيرا؟ لابد من أنه نحكي بهول الأربع دقائق الأخيرين دغري بيقطع الوقت معك بموضوع حقوق المسيحيين. نعم أنت كمان من المدافع عن حقوق المسيحيين وخصوصا بظل هيدا النظام اللي نحن عايشين. أنا مدافع عن حقوق المسيحيين كانوا هني لابسين شورت عم يلعبوا قدام البيت عند أماتهم بعضهم. طيب بس اللي كمان بيدافع عن حقوق المسيحيين ما بيعمل مشكل مع كلودين عون كرمال مشكل؟ أنه على تويتر شفنا هذا ايه مزبوط ايه مكتومي القيد ايه يعني أنا اللي بيدافع عن الحقوق الإنسانية ما بيفرق بين المسيحية هلا بدون المسيحية هلا بدو يعذروني إخواننا الإسلام بدي أحكي شوية شو اسمه أول شيء ست كلودين عون روكوز بنت فخامة الرئيس ميشيل عون يلي حامل لواء المسيحيين والمشرقيين وإلى ما هنالك. شغلة تانية هي رئيس لجنة حقوق المرأة. شغلة الثالثة يعني عم الطالب إلى فترة بتقلك تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. طيب ردي لي فلسطين حكي طالبة بفلسطين ما فيش نسوان بفلسطين حقوق المرأة وحقوق المرأة عراسي وعيني شو مين عم المرأة بلبنان بعد ما في شغلتين ما عملتهم رئيسة مجلس النواب رئيس جمهورية ورئيسة يعني وزراء بس أنه المرأة بلبنان ما عملها كل شيء في كل شيء توازن بعدين ترجع هاي للديانة ديانة الشخص. بس هي ردت تحديدا على قصة مكتومي القيد. مكتومي القيد لحظة صغيرة اليوم كل جمعة بتلاقي 10-15 خبر مرة لقينا على باب جامع أو على باب كنيسة أو ما بعرف شو قدام مخيم نازحين أو شيء طفل متروك بجيبوا هالطفل بسجلوا أنا ما عم أقول بي وأم لبنانية تأخروا سنة تيسجلوا ابنهم أو بنتهم هيدي تفنيصة ما حدا بيتأخر سنة هيدي بس يخلق الولد عم يتسجل خلال سنة عم يتسجل هيدي حجة لنحن نسجل الناس هوديكي من مقابل شيء معين ما أعرف شو إلا مصلحة. أول شيء لحظة مين الناس هوديك يعني مين قصدك فلسطينيين يعني فلسطينيين سوريين طيب بس عراقيين مصريين كل شيء موجودين طيب بالبلد. بس هي شو بده يكون إلا مصلحة هي حددت أنه اللي والدهم ووالدتهم لبنانيين يعني شو بده يكون إلا مصلحة كلودين عون بهيدا الموضوع. أنا ما قلت أنه إلا مصلحة عم تطالب بهذا الشيء إلا زمان عم تطالب بهذا الشيء مثل مرسوم التجنس اللي عملوه هي كانت مشاركة فيه كمان قالوا لي وقت الوصل أول ما وصل فخامة الرئيس قالوا لي هي عندها ناس أصحاب فيه يعني كمان انا ما في يعني ما في اجي اقول لهم كتر خيركم يعني اليوم تجنيس وين حقوق المسيحيين وانا وقت بيجي هذا الولد بيسجل على اسم طائفه معينه على دين معين وعلى يا اما يعني لا مسيحي ولا درزي بالعربي الفصيح بيسجل على اسم طائفة الإسلامية الكريمة خليني كفي لك يعني هذا شعار أكلونا المحمودات يعني لهون وصلنا بلبنان صرنا خايفين إذا كتروا السنة أو كتروا الشيعة أنا ما عم أقول هيك نحن بعدين بيقولوا يهلك المسيحية نقصه يا أخي يمكن هي ست كلودين عون الله فتحها بوجهها يمكن معها مليار دولار فيها تسافر وتعيش وين ما كان بس نحن ما فينا نسافر يعني وبعدين يعني كمان جوزها مات معه شهداء كثير بمخيم نهر البارد ونصاب معه كتير ناس وانجرحوا العميد شامل روكوز وعميد بطل وقبضاي شو يعني هي عشوط هجمة هالهجمة من محل لمحل انه بني عارف انا انه حقوق الطفل هالقد مظلومة بلبنان او مهدورة بننقل من حقوق المرأة لحقوق الطفل يا خي شو عم بيصير بالبلد يعني ليش هو كلهم تفجروا هلأ عايام رئيس عون ليش تفجروا عايام بيت عون يعني شو صاير يعني يعني وين في ولد نجي نغري مسجله ونعطيه تذكرة لبنانية ما بيصير هذا أنا عم بحكيه أنا بعدين بعد 10 سنين شو بيصير بالبلد طب ما عندك ولاد كتير مش معروف بياتهم وأماتهم عم يسجلوا بوزارة الداخلية بالأحوال الشخصية لبنانية عم يحطوهم بمأوى بملجأ عم ياخذوا طائفة معينة عم يمشوا بشكل معين هاي ما بيناسبنا مش عارف هي شو عم تعمل ما تعمل لي فوبيا وما فوبيا أنا أكيد عندي فوبيا أنا من سنة 74 و73 أنا حامل بارودي مش من هلأ أنا هلأ مش بدي أحمل بارودي لأنه عمين بدي أقوس أنا ضد الحرب أنا ما بدي حرب بس فلذلك لازم واحد يكون واعي عم يوصل للحرب يعني إذا كانت بنت فخامة الرئيس يعني عراسنا وعيننا بس أنه ما بتركب عضارنا ما لحق تحكي هالحكيات يعني
كل يوم هجوم هجوم، سجلوا وعملوا وركضوا، خي اعملي شغلك بدون ما تدخلينا وتردي علينا بشكل نحن ما جينا صوبك فيه. وشفناها كيف ردت على بتلفزيون ام تي في وقت سئلت عني، وشفناها اي طريقه حكت فيها يعني، وكيف طريقه الحكي وكيف عملت بايديها وكيف كذا. انا محترمها كثير، بس انا ما بقبل حدا يكلي حقي بالبلد. كل واحد بده حقه، اذا هي متنازله عن حقها تصفي. حقوق المراه مامنه بلبنان بالف خير، ما حدا شارعها ولا مره بحقوق المراه. بالعكس نحن مع المراه وما حقوق المراه، نحن بلا المراه ما فينا نعيش. طيب بس يعني اليوم تبريره كان ورد على كلامك انه في حق طفل امه وبيه لبنانيه، يعني هي ركزت على هذا الموضوع. أنا مش هي انه هي شو عرفها لبنانيه؟ هي عم تعرف كل ولد مين بيه ومين امه؟ عندنا نحن فريق استقصاء، لكن عندنا حدود مفتوحه، عندنا مرافق مفتوحه، مطار مفتوح، البورات كلها مفتحه، حدودنا سايبه. نحن بدنا نجي نحكي بحقوق الطفل مش معروف مين بيه ومين امه، نحطه لبناني ونعطيه جنسيه لبنانيه من بعد ما نعمل مرسوم تجنيس الاكتع ايام الرئيس الياس الهراوي، وجنس 200-300 الف شخص من فرد طايفه، ورجعنا كمان هلا عن جديد اول عهد ولا فخامه الرئيس جنس 400-500 واحد، ووعدونا انه هودي كل واحد منهم راح يجيب على البلد 500 مليون، وهذا بجيب مليار، وهذا بجيب 100 مليون دولار. فتشنا لقينا مرقوا مصرياتهم بلبنان وبيضون وفلوا فيهم. شو هال شو هذا؟ شو عم بصير؟ اذا حكينا بيقولوا عم يحكي عن فلان وعن علان. يا عمي انا ما عم بحكي، ما اخر همي اللي عم يحصل، بس انه اخر شيء في شيء مش منطقي عم يحصل، في شيء مش مقبول. بقى بنت ميشيل عون ما فيها تحمل هذا اللواء مهما يكون السبب، مرت شيمر روكوز ما فيها تحمل هذا اللواء، بصورة خاصة كلودين عون روكوز ما فيها تحمل لواء أطفال موجودين بساحير ومتروكين على الطرقات، تجيبهم على الداخلية تسجلهم على اسم طائفة معينة، بيحطوا له الولد بيقولوا لقيت إلى أن يجي حدا يتبناه ويمشي فيه. يعني يا ريت، هذا رايي عم اقوله بكل صراحه، يا ريت بنطلع من هيدا. انا 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 قابل، انا قابل الغي كل شيء بالبلد، الغي الاحزاب، الغي الاحزاب العقائديه بالبلد، المسيحيه والاسلاميه. وانا معك، انا ما عندي مشكله، انا كل شوف تليفوني ثلاث ارباعهم اسلام، اصحابي اسلام، بس كمان شيعه ودروز. بس كمان بسوريا انا عند مين بطلع؟ بسوريا عند مين بطلع؟ على سوريا عند مين بنزل؟ عند مين بروح؟ بس كمان ما فينا نترك ولد. لا ما عم اقول انا، ما عم اقول لا يعني، لا في له محل انسانيا خصوصي، له تسميه خصوصي، بس ما في تذكرته يكون مثل تذكرتك اللي انت معروف بيك وامك منني. ما هي اللي عم نحكي يعني ما فينا نلاقي ولد يعني عطريق. بغض النظر انه الزمن جار عليه لهيدا الطفل، نحن كمان بدنا نزيد عليه ونفرق بيننا وبينه، ونقول هيدا ما له اب ولا له. نحن مش محرز البلد بقى، خلص نحن لازم نلغي كل شيء اسمه طائفي. انا بايدك بشي، بس نحن صرنا بازمه كبيره بالبلد، ازمه كبيره كثير، الى درجه صرنا عم نفتش عن شغله صغيره نتقاتل عليها. القضايا المهمه الجوهريه يجب ان تبحث بالعمق مش بمؤتمرات. ما بقى فينا نكفي هيك يعني، على امل انه فعليا نوصل. انا ماني ضد باللي عم تعمله بالنسبه للمراه، انا مع كلودين، انا مع كلودين عون بالنسبه اللي عم تعمله للمراه، مرة ناشطة وكل شيء للمرأة، بس بالنسبة للطفل هذا اللي محيرني، وهذا اللي عمل لي فوبيا أكيد، لأنه أنا شفتهم. لك حتى الصومالي والباكستاني نحن بحرب السنتين إجا قتلنا، هذا حاطط لي حلقة هون، حاطط لي حلقة هون، مش معروفين شو إني.